عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الفقرة السريعة على الماشي. أوصت عربية ابنتها في ليلة زفافها فقالت: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا واحفظي له خصالا عشرة. أما الأولى والثانية فاصحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، أما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فتواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، أما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والادعاء على حشمه وعياله، فملاك الأمر في المال حسن التقدير حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفتيه أو غرتي صدره، وإن أفشيتي سره لم تأمني مكره، ثم وإياك والكآبة بين يديه وهو فرحا والفرح بين يديه وهو حزين، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التقدير، وكوني أشد الناس له إكراما يكن أشدهم لك إعظاما، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهو على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يختار لكم الخير. إذن إياك والكآبة بين يديه، أو إياك والفرح بين يديه وهو مهتما، مهتما معناته يعني مهموم، وإياك والهم بين يديه وهو فرح، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التقدير. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.